مستشفى القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس قدر يثبت منذ تاريخ تأسيسه ولغاية اليوم نجاح مستمر بخدمة المريض، فكان مشروع كامل متكامل من حيث الطاقم الطبي، التجهيزات والتقنيات المستخدمة، وأيضاً من حيث الاهتمام بالإنسان. التقينا السيد سلام الرئيس اللي أطلعنا أكثر على تاريخ أقسام المستشفى. تأسست المستشفى سنة 1878، مش هون، بثلاثة أمار بلشوها جماعة بحبوا يعملوا خير، بلشوا يعملوا خير، بعدين عملوا مستوصف، من المستوصف صارت تكبر ثلاث أوض، أربع أوض، عشر أوض، لساروا 100 أوضة. ومن ثم عام 1913 انتقلوا إلى مبنى آخر توفر فيه 90 سرير للمرضى، ومع تزايد الحاجة لمساحة أكبر لمعالجة أكبر عدد من المرضى، عام 1966 انتقلوا إلى المبنى الحالي لأعيد ترميمه مؤخراً. كبرت المستشفى، صارت 200 تخت، 250 تخت. بعد منا بال 1990 تعمر المستشفى الجديد والمبنى الجديد. شهد مستشفى القديس جورجيوس تطور كبير تحت رعاية سيادة المطران اليسعودي، فأصبح مؤسسة نموذجية أساسية بلبنان. بلشنا بهالمنطقة هونيك، هيدي المنطقة عمرنا فيها باركين 300 سيارة وكلية طب وكلية صحة عامة، وصار هيدا المبنى وهالمبنى مع المستشفى مجمع الصحي لمستشفى القديس جورجيوس. وهالأمر عكس هدف مطرانية الروم الأرثوذكس ببيروت، ألا وهو إعطاء أهمية خاصة لموضوع الصحة من منطلق اهتمامه بالإنسان. تفضلوا معي تنزور المستشفى وأقسامه. الأيقونة تكتب لا ترسم، لأنه قصة انكتبت بدير مار يعقوب بالددة الكورة. القصة هي أنه العذراء عم تتضرع ليسوع بركة القديس جورجيوس يحمي المستشفى المرسومة بالنص. فهيدي قصة هالأيقونة، وما في منا غير هالأيقونة وبس. مستشفى القديس جورجيوس مجهز بأحدث التجهيزات وبيقدم أعلى مستويات الخدمات الطبية. هلأ بدنا ندخل على المختبرات الطبية اللي هي مجهزة بأحدث معدات طبية. هذا البايوكيمستري يلي هو أكثر الفحوصات وأهم الفحوصات بتنعمل هون بهالمختبر. لغاية اليوم لا يزال يشكل إنشاء مستوصفات ومراكز رعاية متخصصة نجاح ملحوظ للمطرانية. هالدور الرعائي هذا ما توسع بهالشكل لو ما المطران اللي يسعودي عنده هالفيجن ومرقوا لكل العاملين بمطرانية بيروت. صارت هالمستشفى 400 تخت ومجهزة بتقنيات كتير عالية وباختصاصات متنوعة، وعندنا مراكز عناية متخصصة صارت مثل الووند كير سنتر. يعني هالووند كير سنتر هذا أي مجروح بلبنان بيعالجوه ولمدة طويلة. في عندنا مركز للقلب، مش لجراحة القلب، لنبض القلب، للريتمولوجي. يعني بعتقد ما في منه بلبنان، هذا مركز متخصص جدا يعني وتقنياته كتير عالية. وغير كتير من الاختصاصات كالعلاج الفيزيائي بالماء.
هيدا سيتوجينيتكس لاب لدراسة الكروموزومز واللوكيميا. هيدا الموليكولر لاب لدراسة الدي ان اي. فريق العمل بكافة أقسام المستشفى بيتمتع بكفاءات عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات. بدنا نطلع كلنا سوا هلأ على سطح المستشفى في الهليباد يلي تميز فيه المستشفى. نحن هلأ على مهبط طائرات الهليكوبتر. هالمهبط هذا استعملناه أول مرة بال 2011، مرخص من قبل الجيش اللبناني. طيارات الجيش بيهبطوا هون، طيارات اليونيفيل. استقبلنا كتير مرضى من عكار ومن البقاع ومن الجنوب. تحت القيادة الرعوية لسيادة المطران الياس عودي، شكل إطلاق بطاقة ميديكارت الاستشفائية مبادرة طليعية ساعدت على توفير العلاج الطبي الفاعل والسريع للمرضى. بأول الثمانينات لاحظنا أنه في كتير ناس ما بيقدروا يفوتوا على المستشفيات. أمنا صرنا نفكر نقول شو لازم نعمل. بالآخر نحن وشركة سنان اخترعنا بطاقة صحية، أول بطاقة صحية بلبنان، سميناها ميديكال. هي للاستشفى وللمعاينات الخارجية، وحددناها نحن بس فقط بمستشفى لبنان. داخل المستشفى حالياً عدد الأسرة بيتخطى 400 سرير، أما الأطباء المعالجين فبلغ عددهم حوالي 250 طبيب، وهالتجهيزات كلها كانت كفيلة بمعالجة حوالي 18,000 مريض سنوياً داخل مستشفى القديس جورجيوس، منهم عدد كبير من عمليات جراحية وغيرها من العلاجات التي تقدم مجاناً. ولأنه لبنان معرض يومياً للانقطاع بالتيار الكهربائي، ولأنه مستشفى القديس جورجيوس على قدر من المسؤولية، قامت بالتجهيزات الضرورية لتوليد الطاقة عبر 6 مولدات بتوفر 9 ميجاوات. تفاجأ أنا وقت مثلاً بحضر مجلس إدارة المستشفى أنه كيف شخص أو شخصية مثل سيدنا قادر ياخد، طبعاً مع فريق عمل ومدير مدير عام مميز، وكيف قادر ياخذ هالمؤسسة لمستوى عالمي. يعني انه هو منه رجل إدارة، هو رجل دين، ولكن عنده نظرة، عنده بيعرف ينقي الأشخاص المناسبة وبيعطيهم ثقة وبيعطيهم إمكانية انه هن يقوموا بهال، وبيطلب منهم كثير. هيدا عم نرجع على الطابع الشخصي اللي هو متطلب. فقدر يبني مؤسسة بمستوى عالمي اللي هي مستشفى الروم، وكمان حولها لمستشفى جديد.